قبل أن نبدأ فيديو اليوم ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. 9 أشياء كنا نظن أنها مجرد أساطير، لكن اتضح أنها حقائق وحدثت بالفعل. عادة ما يطلق الأشخاص خيالهم لابتكار أفكار جديدة، وقد تكون تلك الأفكار في بداية الأمر مربكة قليلاً للعقل، ولكن بعد فترة يتم قبولها، وبعد فترة أخرى يجري العلماء عليها بعض التجارب والأبحاث حتى يخلصوا لنا باختراعات ومعلومات مدهشة وغريبة. وهذا ما سنعرضه لكم اليوم، 9 أفكار اعتقدنا أنها مجرد خيالات ولكن تم تطبيقها بالفعل. أولاً، أجهزة صراف آلي تستطيع التعرف على الأشخاص وفقاً للصوت أو العينين أو من خلال المظهر البدني. في عام 2015 اخترعت الصين أجهزة صراف آلي تستطيع التعرف على وجوه الأشخاص، واليوم تعتبر هذه الأجهزة بمثابة وسيلة جيدة لمحاربة الاحتيال، كما تم اختراع أجهزة تستطيع التعرف على أصوات الناس وكذلك وجوههم. ثانياً، للفلورايد تأثير سيء على الأسنان وكذلك على الجسم. توصل أطباء الأسنان بعد إجراء بعض البحوث منذ فترة استخدام معجون الأسنان المزود بالفلورايد أنه يكون وسيلة فعالة لمنع تسوس الأسنان، ومع ذلك فإن البحوث التي أجريت مؤخراً في نيوزيلندا تشير أن الفلورايد في الواقع ضرره أكثر من نفعه، فبمجرد دخوله لجسم الإنسان قد يكون له تأثيرات في تعطل عمل الدماغ والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والكلى والكبد، كما أنها من الممكن أن تسرع من عملية الشيخوخة الطبيعية وكذلك تزيد من هشاشة العظام. أما فيما يختص بجير الأسنان فيجب الذهاب إلى طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة لتنظيف الأسنان بشكل صحيح، لأنه لا يمكن إزالة الجير والرواسب من خلال التنظيف المعتاد للأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان. ثالثاً، استطاع العلماء التلاعب بصفات الحيوانات عن طريق التهجين. كانت الحيوانات الهجينة مجرد فكرة تشاهدها في الأفلام، وهي كانت فكرة مجردة من نسيج خيال المؤلف، ولكن العلماء ما لبثوا حتى استطاعوا التوصل لهذه الفكرة من خلال تزويج أنواع مختلفة أو التلاعب في الحمض النووي، وكان الهدف من التهجين هو الجمع بين أفضل الجينات الموجودة في نوعين مختلفين من الحيوانات في كائن واحد، كما استطاعوا تحديد الجينات التي قد تساعد على علاج الأمراض، وتلك الحيوانات موجودة بالفعل في حدائق الحيوان حول العالم. رابعاً، يؤثر السكر بشكل مباشر على سلوك الأطفال وكذلك نموهم. ينتج عند تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكر المكرر زيادة حادة في مستوى الجلوكوز في الدم، وهذا ما توصل إليه مجموعة من الباحثين، أن الأدرينالين ينتج عند الأطفال عند مستويات من السكر في الدم أعلى مقارنة بمستويات البالغين، وهذا يكون له تأثير على تركيزهم وكذلك يعيق قدرتهم على استيعاب المعلومات والتحكم في عواطفهم، ولهذا ينصح بخفض استهلاك السكر للأطفال بقدر الإمكان من أجل تجنب مخاطر السمنة وتسوس الأسنان وغيرها من الأمراض. خامساً، قد تسبب رصاصة صغيرة الإصابة بنوبة قلبية. عندما نشاهد أفلاماً مثل جيمس بوند ونرى أجهزته الحديثة نعتقد أن هذا ضرب من الخيال، ولكن ليست جميعها كذلك، حيث يوجد مسدس بالفعل قادر على إطلاق رصاصات صغيرة للغاية، يشعر الضحية عند إطلاقها عليه بأنه مجرد قد لدغ من حشرة ما، فهي تترك مجرد علامة حمراء على الجلد، ولكن تأثيرها قاتل، فهي تنقل السم بسرعة إلى مجرى الدم وتسبب الإصابة بنوبة قلبية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختراع المذهل لم يعد يستخدم من قبل الأجهزة السرية. سادساً، قد يكون عصير الفاكهة الاصطناعي ضار للأطفال. قد نريد الحفاظ على صحة أطفالنا، ولهذا نقوم بشراء مشروبات الفاكهة ظناً منا أن هذا أنسب لهم، ولكن ما لا تعلمه يا صديقي أن هذه العصائر يضاف إليها حمض الستريك والذي يعمل على تدمير مين الأسنان، والنتيجة هي وجود الشقوق والتجويف في أسنان الأطفال، وهو أنسب مكان لتكاثر البكتيريا، كما أن عصير الفاكهة لا يروي العطش لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر، وقد يحفز التهاب الأمعاء بسبب احتوائه على بروتينات محددة، ولهذا ينصح بتناول العصائر الطازجة فقط وشرب الماء للتغلب على العطش. سابعاً، تجسست الخدمات السرية على إرنست هيمينغواي.
كان الكاتب الأمريكي إرنست هيمينغواي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصص الأمريكيين، فهو يمتلك عددا كبيرا من كتب الروايات والقصص القصيرة، مقتنعا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتبع له وليس يعمل ضده. وبعد عقود كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن بعض أسراره، والتي تبين بأن الكاتب الشهير كان يجري تعقبه، وذلك نتيجة لاتصالاته بكوبا. وقد يكون هذا التجسس هو السبب الذي أدى إلى انتحار هيمينغواي. ثامناً، أسعار الماس باهظة الثمن ليس بسبب ندرتها. في حقيقة الأمر أن الماس ليس نادر، فهو في الأساس مجرد صخرة عادية، واستخراجه أصبح الآن أقل جهداً بكثير منذ 150 عام الماضية. ولكن شركة دي بيرس كانت تسيطر على إمدادات الماس لفترة طويلة جداً، وبالتالي تمكنت من رفع أسعاره بصورة مصطنعة، وقد اعتمدت على الحملات الإعلانية لمساعدتها في هذه المهمة، وهي إقناع الأشخاص بأن الماس عبارة عن أحجار كريمة باهظة الثمن للغاية، ينبغي أن تكلفك دائماً قدراً كبيراً من المال. تاسعاً، نحن نعتقد أن الناس جميلة الملامح، هم أفضل من غيرهم. لقد قام علماء النفس بتحديد القالب النمطي الذي ينجذب إليه الأشخاص، فنحن نميل بأن الأشخاص ذوي الملامح الجميلة يمتلكون أيضاً سمات شخصية أخرى جميلة، ولكن هذا ليس صحيح، فليس الجمال معياراً لأي صفة أخرى، فهو مجرد صفة من صفات أخرى، فقد يكون شخص قليل الجمال نسبياً ولكنه يمتلك صفات أخرى رائعة. شاركنا يا صديقي بالأسفل ما هي المعلومة التي أثارت إعجابك بالفعل. لا تتردد مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.